المملكة العربية السعودية للقاهرة السفير أحمد القطان، برحب بحضرتك معانا يا فندم في الحال اليوم. مساء الخير أستاذ شريف. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. يعني أولا نفهم الموضوع وفقا للبيان اللي صدر النهارده، وأضيف سؤال عن تفاصيله، ما صدر من المملكة العربية السعودية وبيان السفارة النهارده مختلف تماما عن المعلومات اللي ترددت وخرجت بخصوصها، أيضا تصريحات رسمية على الأقل من الجانب المصري امبارح. أستاذ شريف إذا سمحت لي في البداية أن أوضح لك الكثير من الأمور، ثم أنا على تم استعداد بسعة صدر أن أستمع إلى أي أسئلة تطرحها. أسئلتنا أسئلتنا فقط. تفضل. ما حدث في السفارة السعودية مساء أمس واليوم أصبح أمرا غير مقبول على الإطلاق، وهذه الغوغائية من البعض لا أقبلها ولا تقبلها حكومة بلادي. من حقك أن تعترض، من حقك أن تبدي رأيك بشكل حضاري بشكل أخلاقي، لكن التطاول على المملكة العربية السعودية وعلى خادم الحرمين الشريفين أمر لا أقبله بتاتا إطلاقا من أي كائن يعيش، من أي إنسان يعيش على أرض مصر. وهذه المظاهرات وهذه الغوغائية لن تؤدي إلى أي نتيجة إيجابية ولو اجتمع أمام السفارة السعودية مليونية أخرى. طيب يعني مع 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 التحفظ على لا لا كلمة لا 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 الغوغائية لا سيدي، لأنه من أشرح لك أشياء لا تعلم عنها. أولا مساء أمس جاء مجموعة كبيرة من المتظاهرين ووصلوا إلى وأنت تعرض الآن على شاشة الحياة ألفاظ نابية لا يليق بالشعب المصري أن يكتبها عن المملكة العربية السعودية وعن خادم الحرمين، هذه واحدة. ثانيا نحن في المملكة وفي السفارة السعودية نحترم القضاء المصري وكل ما يصدر من أحكام قضائية، ولو افترضنا وكل ما وصلك خطأ في خطأ وسوف ألفت لك كلامي، لو افترضنا أنه صدر أي قرار في المملكة العربية السعودية بشأن هذه القضية فيجب كما نحترم القضاء المصري يجب أن يحترم القضاء السعودي. ما عشان كده عايزين نعرف يا فندم، هل صدر أم لم يصدر؟ الحقيقة. ثم على مدار العام الماضي هناك الكثير من الأمور التي حدثت ضد مواطنين سعوديين تعاملت معها بعقلانية وبروية بعيدا عن الضجيج وعن المظاهرات، ولم أطالب بإقامة مظاهرات في المملكة ضد السفير المصري أو نحتج إلى آخر هذه الأمور. لقد تعاملت بكل حضارة وبكل أخلاق طيبة مع كل هذه الأمور، وأنا بالمناسبة يا أستاذ شريف لا أعني إلا القلة التي تجاوزت حدود الأدب في التعامل مع انا سيد سفير. انا علشان كده تحفظت على ما يتعلق بكلمه الغوغائيه لانه التظاهر بالتاكيد ده حق، اما الوقوف فانا تعودت عليه وتعاملت معه بشكل طيب لانه كان احتجاج حضاري مقبول، لكن هذه التواجد. طيب هذا ما يرتبط بوجهه نظر حضرتك، لكن خلينا نرجع للحقائق المجرده من فضلك. التقيت اليوم في مكتبي بمجموعه كبيره كان على راسهم الدكتور ايمن نور، وخلال النقاش سألت أحد الأشخاص المتواجدين في الاجتماع وكان من المتظاهرين، سألته من أين أتيت بأن هناك حكما صدر غيابيا في المملكة العربية السعودية بسجن أحمد الجيزاوي وجلده 20 جلدة؟ قال أنا سمعت هذا الكلام من زوجة المذكور هاتفيا. فتناقش معه الدكتور أيمن نور وقال هذا أمر غير معقول وغير منطقي، هل من المقبول ومن المنطق ومن المعقول أن يكون هذا الكلام هو الذي تحتكم إليه الصحافة المصرية؟ هذه نقطة. النقطة المهمة اللي أنا وضحتها في البيان أنه ليس لدينا في المملكة العربية السعودية ما يسمح لنا بأن نصدر أحكاما قضائية ضد أي شخص غير سعودي على أعمال ارتكبها خارج أراضي المملكة العربية السعودية. الشيء الآخر يا أستاذ شريف، إذا كان هناك معارضين من المملكة العربية السعودية وأنت تعرفهم كثيرهم يعيشون في مناطق متفرقة من دول العالم، لم نصدر ضدهم أي أحكام قضائية، فبالله عليك كيف يكون بالمنطق أن أصدر حكم قضائي ضد شخص اعترض على تواجد مساجين في المملكة العربية السعودية؟ وهل الأستاذ أحمد الجيزاوي هو الشخص الوحيد الذي تطاول على المملكة العربية السعودية وعلى الأحكام التي صدرت ضد بعض المجتهدين في المملكة؟ إذا كان هذا هو المنطق فكان من المفروض أن نصدر أحكاما قضائية ضد العديد من الأشخاص الذين تطاولوا على المملكة. ولكن أنا أود أن أقنعك بطريقة أخرى، إذا كان الأخ أحمد الجيزاوي
تطاول على المملكة وعلى الذات الملكية. وبالمناسبة ليس لدينا في المملكة ما يسمى بشيء اسمه الذات الملكية، هذا اللفظ لم نسمعه إلا خلال عهد الملك فاروق، هذا اللفظ لا نستخدمه في المملكة إطلاقا. لكن في المملكة يقال حسب ما ورد في الصحف المصرية أن هناك مدعى عليه. من الذي أقام الدعوة في المملكة العربية السعودية؟ هل هو شخص مدني؟ هل هي الحكومة السعودية؟ هذا الأمر ليس صحيح على الإطلاق. إطلاقا لم يصدر أي حكم قضائي في المملكة ضد المذكور غيابيا أو حضوريا. طيب أين هو الآن؟ الآن هو متواجد كما أوضحت لك في البيان، وجدت معه. وبالمناسبة يا أستاذ شريف، السفارة المصرية على علم كامل بكل ملابسات هذه الحادثة. عرفنا أنه القنصل المصري حاول أن يقابله، حاول أن يرى أحمد الجزاوي ولم يمكن من ذلك، ووعد بأن يتم ده بكرة. طيب شوف يا أستاذ شريف، أنت تعلم مصداقيتي في كل كلمة أقولها لك. هذا الرجل ضبط متلبسا في المطار، وبالمناسبة عندما دخل المملكة التأشيرة أعطيت له من القنصلية في الإسكندرية تحت اسم أحمد محمد ثروة السيد، كلمة الجزاوي غير موجودة على تأشيرته. وإذا كنا نرغب في عدم دخول هذا الرجل لكنت أبلغت في السفارة بوضع اسمه على القائمة السوداء. دخل ووصل المملكة وهو ليس معتمرا كما يقال أنه كان ذاهبا لأداء العمرة، وقبض ومعه 21,000، أكثر من 21 حد كما شاهدت في البيان. وحيل الآن الأرقام سيد سفير، الأرقام نفسها فيها قدر من التضارب، لأنه في أرقام أخرى ذكرت أن هم مش 21,000، دول 100,000، وحتى نوع الأقراص اللي حضرتك ذكرتها أنواع مختلفة. أعطي لك إياها، هذه وردتني من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. وكل هذه الأمور، كل هذه الأمور يا أستاذ شريف تعلم تماما أنها صادرة من جهات محترمة. وبالمناسبة أستاذ شريف، أنا لدي 9 مساجين سعوديين في مصر صدرت أحكام بالمؤبد ضدهم في عمليات مخدرات. لماذا لم أعترض ولماذا لم أرفع صوتي؟ فأرجو أن تعطونا فرصة لمعالجة هذه الأمور. سؤالي القائم يا فندم، حضرتك يعني ما سمعتش إجابة عنه، وهو أنه عرفنا أنه القنصل المصري حاول أن يقابل أو أنه يشوف أحمد الجزاوي ولم يمكن، وقيل له بأنه هتشوفه بكرة، هل حدث ذلك؟ والله يا أستاذ شريف أنا كما قلت لك لا أدري ما هي التفاصيل، ولكن بالطبع أؤكد لك أنه السفارة المصرية والقنصلية سوف يقابل المذكور ويتابع قضيته، ونحن في المملكة سوف نتعامل مع هذه القضية بموجب الأنظمة والتعليمات التي تكفل له الاستعانة بمحاميين، وأن يتابع السفارة المصرية في المملكة العربية السعودية طيب. قضيته بالكامل سفير. إلى أن تصدر أو يصدر الحكم اتجاه ما قام به من جرم. ماذا عن زوجته؟ احنا عارفين ان زوجته كانت مرافقة له وهي ايضا معها تأشيرة عمر. لا علاقة لها بالموضوع مطلق صراحة، لا اعتقد انه زوجته لها اي علاقة بهذا الامر. طيب يعني بيان الخارجية تحدث عن انه كان رايح يعمل عمرة، وزارة الخارجية المصرية. يا سيدي الكريم، بيان وزارة الخارجية المصرية انا لم اطلع عليه. انا حكاية العمرة هذه اطلعت عليها في الصحف المصرية، والتأشيرة التي امامي صدرت له من شركة اسمها علوي التونسي إخوان للعمرة والسياحة، وأعطيت له من الإسكندرية. وهذا الرجل وصل إلى مطار جدة لم يكن معتمرا. عندنا معلومات أخرى، ودي المعلومات الخاصة بالحياة اليوم، بأنه هذا الملف أصبح الآن بين يدي العاهل السعودي شخصيا. معلوماتك إن شاء الله يا أستاذ شريف بإذن الله، كل ما أود أن أوصله لك عبر قناة الحياة أننا سوف نحاول قدر الإمكان أن نتعامل مع هذا كعادتنا، أن نتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية، وأن نضع الحقائق أمام الرأي العام المصري، ولكن يجب أن يكون التعامل داخل مصر بطريقة أخرى غير هذه الذي حدثت اليوم، حفاظا على العلاقات الطيبة التي تربط المملكة بجمهورية مصر العربية، وحب الشعب المصري للشعب السعودي، وحب الشعب السعودي للشعب المصري. سيد سفير، حضرتك قلت معلوماتك وما أكملتش، وهي فيما يتعلق بأنه هذا ملف، والمعلومات التفاصيل أكثر، المعلومات لدينا بأنه
العاهل السعودي سينظر في هذا الملف النهاردة أو غدا على أقصى تقدير. يعني لا أستطيع أن أؤكد النهاردة أو بكرة، لكن الموضوع الآن برمته لدى القيادة في المملكة، وسوف تنظر إليه بعين العدل المعروف عنها. أرجو يا أستاذ شريف من خلال قناة الحياة أن نتعامل مع هذا الملف بهدوء وروية وعقلانية، بعيدا عن هذا الذي يحدث في شارع الجيزة أمام السفارة السعودية. سفير أحمد القطان، السفير السعودي لدى القاهرة، بشكر حضرتك على وجود حضرتك.